في قوله سبحانه وقضى ربك، ألا يستقيم المعنى لو قلنا إن هذا هو القضاء الشرعي وليس الكوني؟ ما قاله أحد هذا، ما نفسر من عندنا، التفسير توقيفي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أرى من والدي الإعراب، بل إن وصى وأمر قرئ به في الآية قراءة، فكيف نأتي ببدله؟ نعم.